رحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نحكيه على قضية واحدة أخرى اللي كذلك متعلقة بالتاريخ الجزائري. كيفاش حيت هذه القضية؟ واحد النهار وانا كنا معروضين حفل تاع زفاف وليمة، وتلاقيت مع واحدة شخصية يعتبر شخصية وطنية، وكنا فوق الطاولة نتكلموا نتبادلوا في الحديث ونتجادلوا على أمور تاع الجزائر. وهذه الشخصية الوطنية معروفة هو علي هارون، اللي كان في فيدراسيون فرونسيز وكان زعما حاكم الجبهة التحرير اللي موجودة في فرنسا. وين تكلم لي على واحد القضية تاع ابن باديس وجمعية العلماء، وين قال لي بلي كونكوا ما شاركوش في الثورة، ما حملوش سلاح، ما حملوش. في هذيك الضربة تجادلنا بزاف، تجادلنا في هذيك القضية. ومن بعد كي زدت تعمقت في حياة ابن باديس، نلقاوها شخصية وطنية عظيمة 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 جدا جدا. والناس درك هكذا سيرتو هذوك لي كومونيست واللي ما واش اللي كما هما، وجماعة تاع اللي ما تحبش الدين، ما تحبش حاجة اللي متعلقة بالإسلام، ولاو يطعنوا فيه، ولاو يطعنوا في جمعية العلماء المسلمين. الور درك جا الوقت يفو نحكيو، سيرتو عندنا الفضاء هذا تاع الانترنت، ماذا بيا نحكيو عليه شوية. هذا عبد الحميد بن باديس هو صنهاجي الأصل، وكان يفتخر ويعتز بأمازيغيته، وكان إنسان محترم من اللي كان صغير، وهو يتعلم في الدين تاعه، وكان يطلب العلم بالرغم من اللي كان باباه عنده مكانة في، كانوا يحترموه الفرنسيين باسكو كان تاجر، إلا وأنه من صغره هو يتبع في العلم، يقرأ، ذكي. وقت بدأت الذكاء نهار وصل في عمره حوالي واحد 13 سنة، وين كان واحد قائد فرنسي تلاقى مع باباه، مع بابا ابن باديس، وبدأ يحكي معاه. ومن بعد وصرى يتجادل ابن باديس مع الفرنسي، وكان هو ما يعرفش الفرنسية. ومن بعد قال له، كان يشكر له في الإسلام في الآخر أيضا، ما قال له هذاك الفرنسي، قال هذا ابن باديس، قال له أنتو ما عندكم حقيقة، عندكم دين وما عندكمش نظام، وإحنا يا عندنا نظام وما عندناش دين. لو كان النظام نتاعنا والدين تاعكم يتلاقوا مع بعضهم، الانترسيكسيون هذيك تصرى، راح نبنيو دولة عظيمة جدا. من ثم ابن باديس حكمها باللي النظام بدون دين، والله دين بدون نظام ما يعتبرش دين، وراح نعيشوا في مشكلة كبيرة. دونك من ثم بدا ابن باديس ولا سون بيتي، ولا يقرا بانتظام، ولا يبحث، ولا في التاريخ نتاعو، حتى وصلت واحد المرة ولا عالم. ولا ما تنساوش بلي هذا العلامة كان له الفضل الكبير في التوعية نتاع الناس، في حب الوطن، في حب الدين، كان يحطهم على السكة المليحة باش يعرفوا دينهم مليح. في الوقت اللي كانت الجزائر يروحوا عند سيدي الأخضر بالخلوف، وسيدي لالا خيرة، وسيدي الهواري، وسيدي كانوا جهال، كانوا عبادة العباد ماشي عبادة الله، وبورتو يروح يدعي ويذبح لجل هذاك سيدي فلان وسيدي فلان اللي مات، ويطلب منه الشفاء، وليو باش يطلب ربي. دونك لقى الناس جهال بزاف، جهال 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 ان بوينت اون بي با ايماجيني. ومن بعد تما بدات جمعية العلماء تخدم، تقوم بالدور تاعها. ما تنجمش تقوم ثورة بدون علم، بدون ما يكون الناس مستوى واحد، يعرف شنو دينه
ويعرف وقت يصرى الجهاد وقت. دونك ابن باديس هذا الصنهاجي دار أول جريدة اللي اعترفت بها فرنسا منهم البصائر وما يشبه. ومن بعد عرب اللي مور 45 باللي ما كاين والو. بصح من قبل دار واحد القصيدة في 1931، شعب الجزائر مسلم، شعب الجزائر مسلم حق، يا شعب مسلم اللي تقبل الإسلام إلى أدوبتي الإسلام من بكري الجدود نتاعنا. وهو كي يهضر يقول لك شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. سان في با ديال العرب اللي راك تشوف فيهم درك هذوك اللي راهم يتنحروا ويديروا فتحوا مقامر بيوت القمار ويروحوا للحوايج اللي ينفيها الإسلام ويحرمها الإسلام. ماشي هذيك هي العروبة. الإسلام كي تشوفوا كي طاح النبي عليه الصلاة والسلام، باسكو كانوا العرب تاع بكري يمتازوا كما نقولوا حنايا بالكرم بالجود بالشرف، كانوا يمتازوا بالشجاعة على هذيك الإسلام اللي أعطاه ربي للعرب. هذوك العرب وصلوا الإسلام اللي لحقت الآن 1.5 مليار مسلم عبر العالم. ودر كمان في أوروبا الفضل ولا الإسلام ولا الناس الأوروبيين اللي عندهم العلم عندهم دراية بالعلم ويطالعوا لقوا باللي في الإسلام كاين حوايج ملاح، وراهم يدخلوا أفواجا وناس لاباس بهم في العلم راهم يدخلوا. الحمد لله رانا نشوفوا درك في الحرم نتاع المكين نلقاو فيهم ألمان فرنسيين لا سويد من النرويج من كل بلاصة، الناس دخلوا الإسلام بكثرة. الحمد لله هذا عزة للإسلام، وإن شاء الله يدخلوا له وإن شاء الله يهدي الجزائريين. المهم شاف باللي كونكو هذا الثورة ما تقومش حتى تربي جيل تربي ناس يحبوا ربي ويحبوا الوطن ويكافحوا ويعرفوا شنو الجهاد، باللي هادو فرنسا جات باش تحتل باش تدي الخيرات، باللي همشت الجزائريين همشتهم وبدأ يكون في جيل، وكان يسافر يروح من الشرق للغرب. و إيماجيني في 1931 ألف هذيك القصيدة تاع شعب الجزائر وين يقول فيها يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح وقد اقترب. شكون النشأ اللي كانوا في 1931 اللي كان في عمره 10 سنين ولا في عمره 23-24 سنة، اللي كان عنده 15 سنة ولا في عمره 29-30 سنة، صافي دير هذاك هو النشأ. وخذ الخطوبة ولا تهب. من بعد من ثم بداوا السياسيين ولاو يهضروا يتكلموا، الوسائل الإعلام داروا مراسلات للأمم المتحدة، والحمد لله وصلت الكلمة والشعب توعى ولا ماجوريتي تاع المجاهدين خرجوا من مدرسة تاع ابن باديس اللي وعاهم وعطى لهم منطلق من في 1931. ومن بعد تما عرفت باللي كونكو واش قال لي علي هارون هو خطأ تاريخي. نورمالمون يراجع روحه ويشوف يقرا على ابن باديس. وجمعية العلماء دفعوا الثمن. العربي تبسي اللي حرقوه او غلاوه المعمر الفرنسي، معمرين الفرنسي حطوه في الزيت يغلي ورجعوا به صابون، وما يعرفوش حتى الان وين راهو موجود العربي تبسي. هو اول شهداء نتاع جمعية العلماء. ومدى بين الجزائريين يقراوا عليه مليح، وهذا جزائري أصيل اللي محترم من طرف العلماء الموجودين في الدول العربية، محترم مام في فرنسا وكان تحترمه مالغري كان تحوس تغتاله. وأنا الموت نتاعو في 1946 نهار مات، هذيك الموت نتاعو ماشي باطل، جات مباشرة
بعد الحرب العالمية الثانية وين خرجوا الشعب الجزائري، يقول لك هذا السيد راح يروح بعيد، هو مات صغير في العمر، مازال في مقتبل العمر، وأنا عندي قناعة كبيرة باللي ابن باديس قتل مسموم بسم، وكان نروح نبحثوا في العظام نتاعو ولا في الاخر نلقاو بقايا تاع الارسينيك ولا حاجه واحده اخرى اللي دارتها له فرنسا باش تقتلو. على خاطر ما نقول لك علاه راني مصمم باللي تم تصفيه ابن باديس. الحاجه اللي نديرها، واحد العام بعثوا واحد من الزوايا تاع مسغانم حب باش يقتل ابن باديس في رحبه الجمال ولا في السويقه، وحوس يقتلوا وحكموا ابن باديس وما قدموش للفرنسيين، ما داش للشرطه وعلموا الدين تاعو وطلقوا، ولا هذاك همزه وصل ما بين جمعيه العلماء والناس اللي موجودين في الغرب. يا خويا لابد من احترام هذه الشخصيه الوطنيه اللي عملت في سبيل الحريه، وكي نهضروا كي تشوف القصيده يقصد فيها العرب، ماشي العرب اللي موجودين درك في العربية السعودية ولا في الكويت ولا في الإمارات، اللي همهم الوحيد هو المغازلة، ولا الوقت نتاع الجاهلية، وقت اللي كانوا يدفنوا فيها المرأة في التراب ولا يدفنوها بالمال بدراهم، يرميوا عليهم الدراهم ويرشقوا عليهم. هذا هو حالة العرب. الله غالب استعملوهم الغربيين واستعملوهم الصهاينة باش يقتلوا الروح نتاع الإسلام وتولي تشوف العرب حاجة واحدة أخرى. ابن باديس كان يقصد العرب، عرب محمد عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان والصحابة، هذا هو اللي كان يقصد، ماشي عرب نتاع التفرقة وعرب نتاع الخبث اللي رانا نشوفه فيه. خويا لابد تحترم هذه الشخصية الوطنية وما تطعنش فيه، هذا جزائري أصيل من قبيلة الصنهاجة، القبيلة الأمازيغية المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.